بزاف الفلوس آه وبديك الهضره ديال الفقراء يدخلون الجنه و الاغنياء في جهنم الاغنياء في جهنم شنو اش كيبان لك في هذه الهضره؟ بعد اول حاجه من كندوي على هذه المساله متعلقه كي قلنا بالاسلام والمسلمين دائما المرجعيه وال-- والوحي ترجعوا اش كنلقاو النبي عليه الصلاه والسلام تيقول في واحد الغزوه صيفط لها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص وديك الساعه سيدنا عمرو بن العاص كان يلاه داز على الاسلام ديالو شي اربع شهور ولا خمس شهور باقي جديد ولكن في الاستراتيجيات الحربيه وداك الشيء كان كان دماغ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ماذا ولا غادي يخدم وصيفطوا في واحد السريه يعني واحد الجيش ديال العسكر السريه هذه كتقال ملي داك الجيش كيصيفطوا النبي عليه الصلاه والسلام كيمشيش معاهم هما ملي كيشارك هو عليه الصلاه والسلام في شي معركه كتسمى غزوه هذا باش بالنسبه لعباد الله اللي كيتصنتوا يديوا هاد النويطه هذه السريه كانوا فيها كبار الصحابه كان فيها سيدنا ابو بكر وكان فيها سيدنا عمر وكان فيها كذا وكان فيها كذا ملي مشاو باغتو هذاك العدو اللي عنده هرب في العرف ديال الحرب وداك الشيء جابوا داك الغنائم وجابوا عطاوها النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام وزع الغنائم على سميتو وداك الشيء اللي غيبقى الخمس اللي كتب الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام يصرفه في في الابواب ديال الخير وكذا هو عيط على سيدنا عمرو بن العاص هو يصيفط ليه النصيب ديالو ديال ديال لو ديال الغنائم سيدنا عمرو بن العاص جابو قال عبد الفعون بي عليه الصلاة ويقول لي يا رسول الله والله ما على هذا تبعتك أنا ما جيت سلمت ما جيت إسلام باش فلوس القضية ديال الإسلام حط فلوس دو كوتي وخليك تعبد الله وكشي اللي قال لك ربي ديرو والنبي عليه الصلاة والسلام يرد لي الفلوس ويقول لي يا 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 عمر نعم المال الصالح للمرء الصالح فالفلسفة دي المال في الإسلام هو أنه ابتداء أن المال مال الله الملكيه المطلقه هي لله عز وجل لكن الله عز وجل اعطانا في المال واحد الملكيه نسبيه باش ندوروا المال في هذه الارض هذه نكتسبه من حلال وننفقه في اوجه الحق أي. فانه يكون عندك المال وانت مسلم راح حسن من انه ما يكونش عندك المال وانت مسلم راك اللي نعم المال الصالح للمرء الصالح سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماش كان كيقول كان كيقول كي ليه بالنسبه للبس والفلوس وداكشي سولوه زعما القضيه ديال المسلم زعما خصو يكون مكماش القضيه اللي قلتي ديال المسلم خصو يكون فقير فقال لهم سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم البس ما شئت اه قال لي انفق ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك خصلتان مادام ما كديرش مادام فيك جوج واحد جوج ديال الخصال صرف ومخيله الصرف هو انك تصرف الفلوس فلس. تبدلها في غير اوجه الخير المخيله هو انك تكبر على عباد الله تنز عليهم الكبر والخيلاء لا وتكبر على عباد الله وهذه المسائل ديال الصرف هذه اعمال ظاهره المخيله هذه اعمال باطنه ديال القلوب ما نقدرش نقول لك حيت واحد جاي ضارب مثلا آه شي آه صباط برادا ب 8000 درهم وضرب شي رولكس ديال 20 مليون وضرب شي كوستيوم ديال 20000 درهم الى اخره نقول هذا راه تيتكبر عنده فلوس هو صاحبي راه تلقى واحد بحالي ضرب اي صنداله مقطعه من جناب وسروال شاريها مهوته ب 20 درهم من شي بال الى اخره ولكن قلبي فيه الكبر اللي 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 المجره الشمسيه <تصفيق> <تصفيق> النظام الشمسي كرش على فيه العافيه كامل فالقضيه مساله الكبر هذه مساله متعلقه بالقلوب يعني الحاله الاولى اسمح لي يعني الحاله الاولى ماشي مشيب. ماشي عيب يعني مثلا انا ما انا ملياردير آه. بغيت نشري ما جانا 20 مليون 20 مليون مش سو سو ماشي اسراف سو سو لا امتى يكون اسراف آه. الا كان عندي هذاك الفلوس تنفقها في هذا الاتجاه هذا وقاطع الروبيني ما كاينش شي حاجه سميتها الاحسان في سبيل الله راه نقدر نكون شاري ما جانا مثلا ب 20 مليون ولكن رانا اللي مغطي مثلا جانب الفقر باذن الله عز وجل فواحد واحد لا زون على قدها ما كاينش لي الخبار فهمنا فخلينا من الكليشيات ديال هو طبعا الا جيتي حيت كاين عندنا درجات الا جيتي الامثل هو انه ما كان ب 20 درهم وما كان ب 20 مليون راه عندي انديكي ولك نفس السعر ماشي وحده غتكون فيها الربعه وحده فيها الاربعه راه ماشي راه الاربعه مزيان لا 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 مزيان الاربعه مزيان داك قلت راه ما كان ما كان لكن راه كاين واحد النوعيه ديال الناس كتحرك في واحد الفلك راه يستحيل يخليوه يدخل مع الباب الا ما كانش لابسه واحد اللبس معين وهو <applause> محتاج انه يدخل لهذاك الفلك به باش كينمي كي لي زافير ديالو وبيه باش كيصرف كي عاوتاني على المسلمين وكذا الى اخره فداك الشيء قال ليه ما ان خطاتك خصلتان صرف ومخيله هذاك الاسراف وانه الفلوس كتمشي في غير اوجه الحق اما ان الانسان مثلا هو كيشري كي لراسو شي حويجات ديال المتاع جا الراجل عند النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يا رسول الله ان الرجل حتى النبي صلى الله عليه سمعوا انه تي تيخوفهم تي من قضيه الكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر تخيل مثقال ذره من كبر هذا لا يدخل الجنه فالناس خلعت و سي نورمال انها تخلع فجا واحد عند النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يا رسول الله هذا اللي كان فيهم زوين الصحابه انهم دائما شي حاجه ما فهموش كيمشيو عند النبي عليه الصلاه والسلام ما من راسهم فملي كيمشيو عنده تيسولوه تيجاوبهم حنا كنتعلموا فقال لي يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون نعله سباطو صندالته البودز تو سكو انه الواحد منا ان الرجل منا يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه يعني اللباس ديالو حسنا يعني كنهضروا على الكاليتي فهل هذا من الكبر؟ فقال لي النبي قال لا انما الكبر بطر الحق يعني ملي يجي الحق ما تتبعوش وغمط الناس تاكل عباد الله في رزقها نقولوا حنا تجغمط عليه مم. وغمط الناس تحتقر الناس تاكل لهم رزقهم دي لهم الى اخره قال هذا هو الكبر انما الكبر بطر الحق وغمط الناس هو يزيد اللي ان الله جميل يحب الجمال قالت في السياق هذا ماشي وحده تخرج عليها انا الزنقه وتقول لك ان الله جميل يحب الجمال او لأ الجمال ديال ديالك انت داير شي واش كلب في وجهك وتقول ان الله يهدى ما كاينش ريحه الجمال ان الله جميل يحب الجمال فالانسان يكون لابس مزيان يكون صباطو مزيان تكون مكانتو مزيانه الى عنده مكانه الى اخره هذا طالع لي واحد السيد مكانتو مزيانه وكذا الى اخره ما كاين حتى شي اشكال عنده مثلا سياره ما عندي امكانيه مثلا نشري سياره بواحد الثمن ربما طالع لكن هذيك السياره متينه ما غنبقاش نهرس راسي انا مثلا غادي عند الميكانيسيان جاي طالع لا بد لي هذه لا قاد لي هذه صافي السياره غتاخذها جديده مزيانه مليحه بواحد الثمن طالع وانت عندك فلوسها ماشي تتكلف وانت عندك فلوسها راه غادي تفك عليا بزاف ديال المشاكل <applause> علاش حيت المسلم بالنسبه ليه اكثر من المال ديالو في الاهميه الوقت الوقت اللي غنمشي ندوزو مثلا انا السبت الصباح ولا السبت والحد غنحط فيه الطوموبيله عند الميكانيكي انا بقى يخور فيها من هنا ويلعب آه. فيها من هنا فيها هذاك السبت والحد راه عندي فيه غنقضي فيه مثلا اغراض مع عائلتي مع والديان نمشي ننفع المسلمين في واحد القنت نمشي نتعلم واحد المساله اللي غترجع عليا بالنفع في الدين ولا في الدنيا دونك الوقت عندنا اهم من القضيه ديال الفلوس <applause> فالمساله ديال الصحابه رضي الله عنهم كان كنبيع كيقول كي ما نفعني مال احد كما نفعني مال ابي بكر <applause> ها كل كان جابو ابو بكر كان في الزلط باش كانوا يفكوها واللي كان غزوه العسره اللي هي غزوه تبوك السنه التاسعه للهجره وجات هذيك الوقيته في واحد الوقيته اللي كانت القضيه مزيره من حيث النفقه العامه كانت القضيه مزيره وغاديين يضربوا واحد الطريق فيها اكثر من ألف كيلومتر يعني من المدينه حتى لتبوك جات في الشمال ديال العربيه في الحدود مع الشام دونك خاصهم ترونسبور يعني الايبيل وداك الشيء اللي غنمشيو فيها خاصهم ماتيريال ديال الحرب خاصهم رافيطايما ماكله باش غيضربوا الطريق الماء كذا الى اخره وخاصهم امور ديال التداوي الى اخره لان بنادم غادي يمشي يشد الطريق الى اخره وخاصهم حوايج لبس لان راه غتضرب الطريق مثلا انت واحد 1000 كيلومتر راه كاين اللي صباط وغيتقطع كاين اللي صندلت وغتمشي خصو عاوتاني ماشي كاد شغله واخا منين غنجيبو حنا هاد العجمان دابا خد معايا جيش قوامه 30000 واحد غادي يضربوا 1100 كيلومتر من مكه من المدينه حتى لتبوك شحال خصهم الفلوس الا خديناه 30000 جيش دابا يعني خذ معايا كل سبعه غيكونوا في واحد هامر هامر مجهزه كاربيرون ماكلتهم حوايجهم لبسهم روشونج الى اخره شحال دايره هامر دا ايوا بار سيستيم دانفلاسيون بار ريكورونس غادي ترجع اللور شوف معايا ناقه باقتابها واحلاسها شحال خصها وشحال خسارة؟ شكون اللي جهز هذا الشيء سيدنا عثمان بن عفان كان النبي عليه الصلاه من يجهز جيش العسره وله الجنه تيجي سيدنا عثمان تيجي ب 100 ناقه شارجي مقاده واجده 100 ناقه راه كنهضرو مينيموم مينيموم كنهضرو على واحد كل وحده راه غتكون فيها كي قلت لك بار انفلاسيون غتكون دابا القليله القليله واحد 50 مليون 100 يعني هذا اللي عنده 500 مليون حطها في الدقه الاولى شحال عنده؟ ما فرناتش هنا زاد شويه هو قال لهم من يجهز جيش العسرة ولا هو الجنه ويجيب 100 اخرى بقى كيزيد كي توصل معاهم 700 ناقه مجهزه شارجي ونقولوا حنا المسلم خصو يكون فقير باش نفكو حنا الجرايم وحنا داوين على دوين على الاستوديو ديالك انت ديال 5000 متر كاري ومقاد ومصوب و... ها آه 5000 هي الارض التراب آه ان شاء الله تشري 5000 متر كاري <applause>